المشاركه الجزائريه اعتبر بان راهي ايجابيه، فيها بعض من الرياضات وين الابطال نتاعنا رفعوا التحدي. التحدي الاول هو المشاركه، هو التاهل للمشاركه في الالعاب الاولمبيه. الشباب قاموا بالواجب، الدوله وفرت كاع الشروط وضمت يعني فلوس كبيره للتحضير وكذا. ونظن باللي اليوم عندنا بعض من الرياضات وين نقدروا ناخذوا ميداليات في الملاكمه، في المبارزه، فيه الحد باش ناخذوا ميداليات. ونتمنى، هذا اللي نتمنى، الجزائر هي اكبر بلاد في افريقيا، لازم في كل احداث تكون في المستوى. الرياضيين الجزائريين عندهم تجربه وعندهم قناعه باش ان شاء الله يديروا الشيء اللازم، وانتم عارفين الامور جد صعبه في هذا المستوى، لكن احنا ان شاء الله الجزائر تكون ديما في الصوره.